السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم قطار بسيارة بالشرقية اليوم. من فضلك اللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس ويدعمنا باللايك ليصلكم كل جديد. أصيب 4 أشخاص إصابات متعددة أثر تعرضهم منذ قليل لحادث تصادم قطار بسيارة ملاكي أمام مزلقان الغزالي مدخل مدينة فقوس. تلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية إخطارا من اللواء محمد الجمسي مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إشارة غرفة عمليات ديوان محافظة الشرقية يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم قطار بسيارة ملاكي أمام مزلقان الغزالي مدخل فقوس، وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص إصابات حرجة وتم نقلهم إلى مستشفى فقوس المركزي لتلقي الإسعافات الأولية. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.